مساء الخير عليكو. النهاردة حابب أكلمكو وعايز أكلمكم عن أنظمة تشغيل الحاسب الآلي أو الكمبيوتر. في أنظمة تشغيل كتيرة في السوق خاصة بتشغيل الحاسب الآلي، منها على سبيل المثال للحصر في الويندوز، في اللينكس، في الماكنتوش، وفي للسمارت فونز او للهواتف المحمولة، في الاي او اس، في الاندرويد. نبتدي مثلا ب الويندوز، انظمة تشغيل الويندوز واللي هي اصدرتها شركة مايكروسوفت العالمية وصاحبها البليونير بيل جيتس. اصدارات الويندوز كتيرة، بداية من التسعينات. في هنا مثلا أول ويندوز ظهر وكان في غاية البساطة، والجرافيكال يوزر انترفيس أو الواجهة المرئية بتاعته كانت في غاية البساطة، والألوان مش كتيرة والإمكانيات مش كبيرة زي ما احنا هنا شايفين. في مثلا كان النظام ده في تعامل مع الملفات، تعامل مع الهارد درايف والفلوبي ديسك او القرص المرن والقرص الصلب. ده شايفين احنا الاصدار اللي بعد كده كان الويندوز 95، ودي النوافذ او التطبيقات اللي نزلت على الويندوز 95. في فوق مثلا شايفين الرسام او البينت، في الويندوز اكسبلورر، في الحاسبه، في النوت باد، في التحكم في الصوت. بعد كده نزل الويندوز 98، احدث منه، في اضافات احسن، في اضافات اكتر، في سهولة في الاستعمال. بعد كده نزل الويندوز 2000، بعد كده نزل الويندوز اكس بي والويندوز ان تي والويندوز فيستا، وفي الويندوز 7، وفي اخر اصدار ل مايكروسوفت اللي هو الويندوز 8. والويندوز 8 يعتبر من اسهل انظمة الويندوز في الاستعمال. في انظمة تشغيل أخرى أنتجتها شركات أخرى، في مثلا في نظام الدوس، وده خاص بالسيرفرات. في هنا الماكنتوش أو الأبل ماكنتوش، ودي اللي أنتجتها شركة أبل. في هنا نظام تشغيل سولاريس، ودي صورة للديسكتوب الخاص بسولاريس أو سطح المكتب الخاص بسولاريس. ولحد ما يشبه نظام التشغيل ويندوز. والعامل المشترك بين كل أنظمة التشغيل دي في الواقع إنه هي تعامل مع الملفات، إنشاء ملفات، تعديل ملفات، حذف ملفات، برضو إدارة الشبكات، شبكات الكمبيوتر، إزاي تربط الكمبيوترات مع بعضيها، إزاي تربط الكمبيوتر الخاص بيك بالشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت، إزاي تدير التطبيقات، إزاي تنزل تطبيقات، إزاي تحذف تطبيقات.
ودي في الواقع عوامل مشتركة لكل أنظمة التشغيل. في هنا برضو منظر تاني لنظام التشغيل السولاريس سطح مكتب، ده اللينوكس فيدورا، واللينوكس نظام تشغيل مجاني، يعني مش زي الويندوز. الويندوز انت بتشتري اسطوانة والاسطوانة غالية، لكن الويندوز انت ممكن تنزله من على الانترنت ببلاش، لكن في استعماله اصعب، يعني لازم تكون ملم معرفتك كبيرة بالكمبيوتر ومعرفتك كبيرة بالمكونات غير المادية للحاسب. لازم تكون ملم بازاي تنزل سوفت وير. في الويندوز سهل انك تنزل اي سوفت وير بسيطة، لكن في انظمة اللينوكس اصعب شوية، لازم تكون عارف بتعمل ايه قبل ما تنزل او تشيل اي حاجة. ده برضو منظر تاني لسطح المكتب لينوكس. وفي حزمات برامج ذات استخدامات عامة، ده حزمات البرامج دي بجانب أنظمة التشغيل. في حزمات برامج ذات استخدامات عامة بتأتي مع الويندوز، جاية مع الويندوز أو نظام تشغيل الويندوز أيا كان، زي برنامج الرسام أو البينت، وده بيخليك تقدر ترسم أشكال بسيطة من خطوط وأشكال بسيطة وتلوينها وتعديلها وحفظها في شكل صور او ايمجز. في برضو نازل مع الويندوز الكالكوليتر، الساينتفك كالكوليتر او الستاندرد كالكوليتر، الحاسبه العاديه والحاسبه العلميه. الحاسبه العلميه زي ما انتم عارفين اللي هي فيها استخدامات هندسيه وحساب مثلثات وقياس زوايا. في برضه نازل مع الويندوز اللي هو الويندوز ميديا بلاير الخاص بتشغيل ملفات الصوت. في برضه الساوند اوديو ريكوردر او المسجل اللي بيسجل الصوت، مسجل الصوت برضه نازل مع الويندوز. في برضه الانترنت اكسبلورر او متصفح الانترنت برضه بينزل مع الويندوز. في حزمات برامج ذات استخدامات عامة لكن ما بتجيش مع الويندوز، دي بتنزل وحديها او بتشتريها وحديها حسب احتياجك، حسب استخداماتك، حسب انت عايز ايه. زي مثلا المايكروسوفت اوفيس اللي منها الوورد، الاكسس، الباوربوينت، الببلشر، الاوتلوك، الاكسل، ودي كلها خاصة بالاستخدامات المكتبية والمكاتب. ده مثلا شكل الوورد اللي عن طريقه بتكتب ملفات مكتوبة الوورد، وده بيتيح لك انك انت تغير في ألوان الخطوط، شكل الخطوط، حجم الخط، تحط صورة، تحط جدول، وده مهم في كتابة التقارير وفي كتابة الخطابات. ده الإكسل أو الجداول، نظام الجداول عن طريقها بتعمل جداول وتعمل عليها عمليات حسابية، وده على فكرة من أقوى البرامج في المايكروسوفت أوفيس،
لانه ممكن عن طريقه بتعمل حسابات شهرية، حسابات داخل ووارد، وتجمع وتطرح وتضرب النواتج خانات فيها، وده كلها عملية مميكنة. في هنا المايكروسوفت باوربوينت او عرض للشرائح، وده يعني مثلا انا في التيوتوريال ده او الدرس ده بستخدم المايكروسوفت باوربوينت، عبارة عن شرائح، والشريحة ممكن تحط فيها صورة خلفية، نص، تحط فيها فيديو، تحط فيها ملف صوت، وتعمل انيميشن او تغير من حركة الشرائح في تسلسلها. وممكن، ودي مهمة في الواقع مثلا كوسيلة تربوية او في المؤتمرات او في المدارس او في الشركات، في الاجتماعات، تعمل عبارة عن عرض شرايح، وبتحط فيها المعلومات اللي انت عايزها بطريقة شيقة، بطريقة مميزة. في هنا الاكسس، ودي خاصة بإدارة قواعد البيانات. ممكن تعمل عن طريق الاكسس قاعدة بيانات خاصة بمدرسة، خاصة بمصنع، خاصة بمؤسسة، قاعدة بيانات للموظفين، للعملاء، للمشتريات، للوارد، للخارج، وعن طريق الاكسس في سهولة في استخراج البيانات، وتعمل احصائيات على البيانات بطريقة مميكنة. في برضو سوفت وير او برامج خاصة بالصور، يعني زي الالستريتور او الفوتوشوب. دي برامج ما بتنزلش مع الويندوز، دي بتشتريها وحديها او بتنزلها وحديها. مثلا زي الفوتوشوب. الفوتوشوب عبارة عن سوفت وير خاص بالتلاعب بالصور، تغيير الصور، تعديل وتصحيح الألوان، برضو تركب صورة على صورة، صورة في صورة، تغير تباين وسطوع الضوء في الصورة. وده يعني الاستوديوهات في مصر معظمها، استوديوهات التصوير في مصر في معظمها بتستعمل الفوتوشوب، ممكن لأنها عن طريقها بتتحكم في كل مكونات الصورة، في حجمها، في خلفيتها، في الكونتراست، في السطوع. تحط صورة على صورة، تحط نص، تحط فريم. في برضو حزمات، برامج ذات استخدامات خاصة. في مثلا برامج لحجز تذاكر الطيران في شركات الطيران، ودي برامج متخصصة بتنتجها بيوت خبرة متخصصة، وتنتجها شركات كمبيوتر خاصة لتسهيل عملية تذاكر الطيران، وعرض المتاح من تذاكر الطيران، وعرض الأسعار، والمواعيد، والفروق بين الأسعار. ده مثلا سوفت وير خاص بحجز تذاكر الطيران، Simplify your booking.
ده برضو منظر تاني لسوفت وير خاص بحجز تذاكر الطيران، نفس القصة زي ما احنا شايفين هنا في نتيجة، مجرد انك تضغط على اليوم تحط البيانات تحفظها وتطبع التذكرة على طول. في برامج برضو للملاحة الجوية والبرية والبحرية، خاصة للطيران المدني، خاصة للطيران العسكري، خاصة بالسفن والعبارات لتحديد الاتجاهات وتحديد المواقع زي ما احنا هنا شايفين. في هنا سوفت وير خاص بالملاحة، وعلى يمنا مثلا شايفين في خريطة فيها مواقع وتحديدها بالنسبة لخطوط الطول والعرض. ده برضو سوفت وير خاص بالملاحة، وعلى فكرة يعني هنا في أوروبا محدش يقدر يستغنى عن الطمطم أو جهاز كده صغير في حجم كف الإيد، ده في سوفت وير خاص بالملاحة البرية. لو عايز تروح من مكان لمكان، مجرد إنك أنت تحط أنت فين وعايز تروح فين، بعد كده هو الجهاز نفسه بيعمل عمليات، بيحسب المسافة وبيحسب سرعة العربية، وبيقول لك انت هتوصل الساعة كذا في المكان اللي انت عايزه. وعلى الشاشة الصغيرة دي بيرسم لك اسهم انك تطلع يمين او شمال او على طول، وده في الواقع بيسهل الانتقال من مكان لمكان. ده برضو منظر تاني لسوفت وير خاص بالنافيجيشن او الملاحة. في برضو برامج الاستخدامات العسكرية مثل زي توجيه الصواريخ وجمع معلومات من أجهزة الرادار. ده منظر لمنظومة متكاملة، مثلا الجندي وفي معاه جهاز ملاحة للتوجيه، في برضو أجهزة استشعار، في برضو أجهزة في برضو وحدات على الكتف مثلا متصلة بغرفة عمليات وبتجمع معلومات وبترسلها لغرفة عمليات دي، وده بيسهل المهمات العسكرية وبيجمع معلومات عنها وبيقلل نسبة الأخطاء فيها. ده برضو منظر تاني استخدامات عسكرية من جمع المعلومات من أجهزة مختلفة في شبكة واحدة. هنا مثلا شايفين منظر لغرفة عمليات، وشايفين أجهزة وشايفين الشاشات دي كلها، وبرضو شايفين الراجل اللي معاه جويستيك في إيده، ده على ما أعتقد مثلا ممكن يكون بيوجه الطائرة بدون طيار. وعلى فكرة الدرون أو الطائرات بدون طيار دي في كلها تعتمد على سوفت وير أو برامج كمبيوتر وعامل بشري اللي هو بيقود الطيارة دي من غرفة عمليات، وبيستطيع توجيه الطيارة دي لتنفيذ عمليات أو جمع معلومات عن مكان معين. في برضو برامج الاستخدامات الطبية زي ما احنا شايفين، في زي جهاز المنظار وزي جهاز السكاننج، ده في الخدمات الطبية دلوقتي لا غنى عنه، وبيسهل عمليات الفحص والكشف عن مثلا أورام أو
أو حاجات كثيرة تانية في المريض. هنا برضو مثلا ده سوفت وير للاستخدامات الطبية خاص بالأشعة والمقارنة بين الصور. في برضو برامج الاستخدامات الهندسية زي مثلا الأوتوكاد. الأوتوكاد من أعظم و من أعظم السوفت وير الخاص بالتصميمات المعمارية والهندسية. الأوتوكاد غاية في الدقة في التصميمات دي، وأي مهندس معماري، مهندس مدني، برضو مصممين، مهندسين كهرباء، مهندسين صرف صحي، في عمليات التصميمات لا غنى عن الأوتوكاد. ولو عرفنا إن الأوتوكاد دي مثلا سعر النسخة الأصلية في أوروبا، سعر النسخة الأصلية من الأوتوكاد مثلا أوتوكاد 2014 أو أوتوكاد 2013 لا يقل عن 4000 يورو، يعني في حدود 4 في 9 ب 36 ألف جنيه مصري. لكن لو شفت إمكانيات الأوتوكاد، إمكانيات جبارة، إمكانيات مهولة، وفي جيش ورا تصميم السوفت وير ده، جيش كامل. في برضو برامج للاستخدامات الصناعية زي سوفت وير خاص بتشغيل الروبوتات أو الإنسان الآلي في المصانع، إدارة وتشغيل وتوجيه الروبوتات دي. وفي أوروبا على فكرة يعني الاعتماد على العامل البشري في المصانع الكل بيحاول يقلله وبيعتمدوا على الروبوتات. في هنا مثلا في غرفة خاصة بدهان سطح الهيكل الخاص بالسيارة، وده بيتم عن طريق الروبوتات. هنا برضو في عمليات التجميع نفسها برضو في روبوتات شغالة. في برضو برامج للاستخدامات العلمية في المعامل وفي الأوبزرفاتوريز أو المراصد الفلكية. في هنا مثلا ده منظر لمؤسسة أو منظمة سيرن أو المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. ده على فكرة المكان ده تحت الأرض وبيشغل يعني مكانه في دولتين، يعني مكانه يحتل مكان على الحدود ما بين دولتين، ومساحته تكاد تكون مساحة مدينة، أو القطر بتاعه أو القطر دي قطر يكاد يكون قطر مدينة كاملة. وفي معجلات للإلكترونات والمعجلات للبروتونات، أنا مش عارف التفاصيل بالظبط، بس في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بيتم تجارب على المواد النووية والمواد المشعة، وإزاي يستطيعوا تكوين عناصر غير العناصر المعروفة لينا في الجدول الدوري. مثلا هنا شايفين الممر ده على اليمين وعلى الشمال أعداد مهولة، ممكن نقول عشرات من السيرفرات اللي بتجمع معلومات
أثناء التجارب في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية تجميع البيانات دي في السيرفرات دي، وبرضو إدارة الأجهزة وربطها ببعض. في برضو مثلا للمراصد الفلكية وتجميع معلومات عن المجموعة الشمسية، معلومات عن الكواكب في المجموعة الشمسية، تجميع معلومات والصور كمان، تجميع معلومات والصور عن المجرة اللي احنا فيها ومجرات تانية ونجوم بتبعد عنينا مثلا بآلاف السنين الضوئية دي. طبعا عشان نجمع المعلومات دي ونجمع الصور دي بنستعمل مصفوفة من أجهزة الرادار. أجهزة الرادار دي بتجمع المعلومات في سيرفرات، وطبعا لازم في أنظمة تشغيل للسيرفرات دي عشان تجمع المعلومات دي. عرفنا النهاردة معلومات عن أنظمة التشغيل، زي الويندوز زي الشركات التانية. عرفنا برضو معلومات عن حزمات برامج ذات استخدامات عامة وذات استخدامات خاصة. المقصود ناخد فكرة عن أنظمة التشغيل وأهميتها، ولازم نعرف إيه عنيها في الأساس. أو أهم حاجة إن إحنا نعرف إن أنظمة التشغيل دي اللي بتخلينا نتعامل مع الكمبيوتر بطريقة سهلة وسلسة في إنشاء ملفات، تعديل ملفات، حذف ملفات، إدارة تطبيقات. زي ما هي يعني نظام التشغيل ده هو اللي بيخلينا نشغل إنترنت، هو اللي بيخلينا نربط الكمبيوتر بتاعنا في شبكات تانية، هو اللي بيخلينا نقدر نستعمل المايكروسوفت أوفيس وبرامجه. أتمنى إن كنتوا تكونوا استفدتوا ولو بجزء ضئيل من العرض التوضيحي بتاع النهاردة، وأتمنى برضو إن كنتوا تبتدوا. أي حد عنده جهاز كمبيوتر يحاول يعرف نظام التشغيل ده فيه إيه، مكوناته إيه، تقدر تعمل بيه إيه، محتاج منه إيه. وأشوفكم المرة الجاية.